الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك حتى ترضى ونحمدك إذا رضيت ونحمدك بعد الرضا، نحمدك في الأولى والآخرة، نحمدك في الدنيا والثانية، نحمدك على كل نعمة أنعمت بها علينا في حديث أو خاص أو عام أو قديم، نحمدك على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه من أوليائه ورسله، بلغ رسالة ربه، نصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وأعنا يا مولانا على أن نهتدي بهديك وأن نستن بسنة حبيبك ومصطفاك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين، وسلم تسليما كثيرا آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما نبدأ بهذا التقديم. الحارث بن أسد المحاسبي رضي الله عنه عاش في القرن الثالث الهجري، وكان قد رأى هذا الإمام الرباني العليم الجليل أن الدنيا قد تربعت على قلوب الناس، وأنهم قد زاغوا عن هدى ربهم، وأنهم قد اتبعوا الشهوات وانغمسوا في الملذات واتبعوا ما تمليه عليه نفوسهم. فرأى هذا الإمام طريقة يؤثر فيها على القلوب، فبنى مدرسة كتب على بابها مدرسة التخيل والتوهم. أخذ يقول في خطبه وفي مواعظه وفي دروسه للناس: تخيلوا معي، توهموا معي، تأملوا معي. واستطاع رضي الله عنه في ظرف وجيز أن يغير حال الأمة إلى أحسن حال. فأخذنا هذه الطريقة على هذا الإمام لأنها الأنجع، خصوصا في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه المعاصي وانتشرت فيه الفتن وانغمس الإنسان في الشهوات، ونسي الإنسان المسلم الرسالة التي من أجلها جاء، فأخذ يتخبط خلف عشواء لا يدري ما يصنع. أقول لكم: تأملوا معي،
توهموا معي، تأملوا معي، تأملوا أنكم أننا جميعا قد أخذ كل واحد منا عدادا. شنو هو العداد؟ وهو الساعة باش نبقاو نحسبوا، نحسبوا شي حاجة اللي بغينا نحسبوها، أو لا خدينا التسبيح، أو لا ناخذوا مثلا شي أحجار، شي حصيات. أتدرون يا إخواني لماذا؟ لكي يعدد كل منا كلمات يتلفظ بها في يومه ونهاره. إذا ما عمرك حسبتي أي الهضره ديالك، حاول إن شاء الله سبحانه وتعالى باش تخيل أنك غادي تحسب الأنفاس ديالك، وتحسب الألفاظ ديالك، وتحسب الكلمات اللي غادي تفوها بهم في النهار وفي الليل ديالك، وأنت في المقاهي، وأنت في الطرقات، وأنت في بيتك، وأنت في مقر عملك، وأنت مع الأصحاب، وأنت مع الأهل، وأنت مع الألباب. لو تخيلتم يا أحباب رسول الله وتوهمتم وتأملتم لكان إن شاء الله الجواب، ولكان الاستعاذ، ولكان الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. ليكون درس لقائنا لهذا اليوم الأغر المبارك تحت عنوان زلة اللسان، زلة اللسان. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الجزء الأول، ليكون الجزء الثاني إن شاء الله في المقبلة، في الخطبة المقبلة، إن قدر لنا الله سبحانه وتعالى لكم ولنا اللقاء والبقاء. ونرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك وزلة اللسان، إياك وزلة اللسان. فقبل أن تتكلم بكلمة فعليك أن تلوك بلسانك لمرات عديدة، قبل أن تندم ولا ينفعك الندم، قبل أن تتحسر ولا تنفعك الحسرات، قبل أن تتأوه ولا تنفعك الآهات. لأنك تحمل عضلة بين لحييك خفيفة اللمساء، لكنها سهم من سهام إبليس. ولقد جاء في حديث ما معناه أن في كل يوم يصبح فيه العبد تقول الجوارح للسان أيها اللسان اتق الله فينا فنحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لسانك، لسانك يا ابن آدم لسان، فاحفظ لسانك من زلة أيها الإنسان. لسانك لا يندغنك إنه ثعبان، تذكر وقوفك بين يدي من قال إنه ديان، سارع بتوبة يحزن لها الشيطان، فكم في المقابر من قتيل لسانه، وكان التهاب لقاءه الشجعان، تذكر قولي نصيحة فأنت بالقلب لا باللسان إنسان. أخ الإسلام، أخت الإسلام، للسانك زلات كثيرة، سنقتصر في خطبتنا هذه بحول الله على زلتين. أما الأولى فهي زلة في الأعراض، أعراض الناس، سواء أكانوا أحياء أم ميتين. فإن كانوا أحياء فاستحضر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من تتبع عورة المرء تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في دار في جوف داره، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أجل إن كانوا أحياء فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وإن كانوا ميتين فتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، اذكروا موتاكم بخير، في عهد وزمن مالك بن أنس بن عامر رضي الله عنه وقعت حادثة عجيبة، عجيبة وخطيرة الفئام، كلمة قيلت زلة لسان في لحظة حار في فك لغزها علماء المدينة المنورة آنذاك قديما. فما هي الكلمة يا ترى؟ كلمة واحدة قيلت فحار فيها العلماء، حار في حل لغزها وفي فك
أمرها علماء المدينة. فما هي هذه القصة؟ امرأة ماتت بالمدينة المنورة وجاءوا لها بمغسلة لتغسلها، وبينما هي تصب الماء على جسد الميتة قالت فيها كلمة لكنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، قذفتها بالزنا، قالت فيها كثيرا ما زنى هذا الفرج وهي بريئة. فماذا حصل؟ إنها مجرد كلمة قيلت، لكن في حق من؟ في حق امرأة ماتت ولو بقيت حية لردت على نفسها، لدافعت على شرفها، فمن سينوب عنها في ذلك؟ ومن يبرئها ومن يعلم بحالها؟ إنه الله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله الذي يعلم ذبيب النملة الرقطاء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء، يعلم السر وأخفى من السر. أيترك الله الأمر هذا هكذا وإن كان المخذوف وإن كان البريء ميتا؟ لا والله، فهو القائل سبحانه: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أتدرون يا سادة ويا سيدات ماذا حصل؟ التصقت يد المغسلة بفرج المرأة الميتة حيث لا تستطيع ولا تقدر فعل شيء، فاجتمع أخيرا من بالمدينة من العلماء من أجل إصدار فتوى الخلاص، فاختلف العلماء فيما بينهم، منهم من قال: ما ذنب الميتة؟ لقد رحلت، فاقطعوا يد المرأة الحية ودعوا الميتة ترقد بسلام. ومنهم من قال: بل الحي أولى من الميت، نقطع طرفا من لحم الميتة ونترك الحية تعيش. وقال البعض الآخر: بل الأمر يخصهما معا فلندفنهما معا. حار العلماء وانتهى الأمر في آخر المطاف إلى مالك بن أنس بن عامر رضي الله عنه، قالوا وهو عالم في عمره 12 عاما، قالوا له: ماذا تقول في الأمر يا مالك؟ قال رضي الله عنه: حتى أتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: حتى أتبين. وتحدث إلى المرأة من وراء الباب، قال لها: ما شأنك وما خطبك؟ قالت: قذفتها بالزنا يا إمام. قال لها: إذا قذفتها وهي بريئة. ثم قال لهم: تدخل بعض النسوة على المغسلة وتجلدها 80 جلدة. ثم تلا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. جلدتها النساء 80 جلدة وأطلقت يد المغسلة بإذن الله. فقال العلماء في حق مالك بن أنس بن عامر: لا مفتي في حضور أنس، لا يفتى ومالك في المدينة. إذا كان هذا حال مغسلة في كلمة قيلت يا أحباب رسول الله، في امرأة ماتت ورحلت، فكيف الحال بنا ونحن وألسنتنا لا تكف عن الكلام في أعراض الناس ليل نهار، وعيوننا لا تكل ولا تمل في تتبع العورات؟ اسمعوا يا من يتحدثون في أعراض الناس وبسهولة وبشهوة، اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة يهدم 100 عمل 100 سنة. إن قلت لأحد: يا زان أو يا فاسق أو يا زانية، وهو بريء أو وهي بريئة، فقد ذهب الله بعمل 100 سنة في رمشة عين والعياذ بالله. يا الله يا الله، جبال وتلال من الحسنات
ومن الأعمال الصالحات تنهدم وتزول في رمسة عين لصالح من أسأت إليه في عرضه. من أسأت إليه في عرضه يا ابن آدم عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على حبيبك ومصطفاك صلاة وسلاما متلازمين إلى لقاء الله رب العالمين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الزلة الثانية فهي كلمة احتقار وإهانة لأي مخلوق كيفما كان نوعه، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وكل ميسر لما خلق له، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وانظر إلى شروط قبول الصلاة من قبل الله عز وجل: الصلاة التي إن صلحت صلح العمل سائر العمل كله، وإن فسدت فسد سائر العمل كله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي: قال إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي. لم يقل الله عز وجل ولم يستطل على عبادي، أو على الإنسان بالتحديد، أو على الجن، بل قال على خلقي، بل إن الكلام عام وشامل وجامع لكل شيء ولكل مخلوق خلقه الله تعالى. هناك امرأة فيما مضى كانت صوامة قوامة تعمل من الصالحات، لكن أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من أهل النار. قيل: يا رسول الله، ولما؟ قالت: بسبب هرة حبستها في بيتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ورسول الله قال لشاب قريشي يوما: اتق الله في جملك فقد جوعته وأتعبته، وأخذ يعدد عليه. ثم قال له الشاب: ومن أخبرك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخبرني الجمل بنفسه. قال الشاب: أشهدك يا رسول الله أني أطلقت سراحة، قد أطلقت سراحة. ووقعت قصة عظيمة في عهد موسى عليه السلام لرجل صالح مشهود له بالصلاح، لكن عاقبه الله في الدنيا بسبب كلمة قالها، كلمة قالها فعاقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. أتدرون في حق من؟ في حق حشرة. عاقبه الله في حق حشرة رأى يوما جعلة، أو ما يسمى ب احنا كنقولوا الخنفوسة أو لتبخة سلحة، رأى جعلة فقال في نفسه، وهو مؤمن وهو متقن وهو منيب وقد شهد له بمعنى أصحابه بالعمل الصالح وبالإيمان، ماذا أراد الله بهذه الجعلة؟ نظر إلى الجعلة، إلى هذه الحشرة، فقال: ماذا أراد الله بهذه الجعلة؟ لا بياض الوجه ولا حسن الخليقة ولا حتى رائحة طيبة. أيترك الله الأمر هكذا في الوقت الذي قالت فيه نملة لمعشر النمل: يا معشر النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ فكما ناب الله وتكفل الله تعالى بحق تلك المرأة الميتة والتي ذكرنا قصتها آنفا، كذلك تولى أمر حشرة لا حول لها ولا قوة ليستبد لها حقها وليدافع عن كرامتها وعن أهمية ودور تواجدها. فماذا حدث؟ سلط الله عليه ورما على مستوى ساعده، أعطاه الله حبوبه على مستوى الساعد دياله،
سأل عليه الأطباء والحكماء وغيرهم لكن دون جدوى. بقي حوالي 6 سنوات وهو يعاني من شدة الألم والمرض، وهو يتمنى الموت ولا موت له، ويتمنون الحياة ولا حياة له، ولما أراد الله الشفاء والعافية صلى لله ركعتين ودعا بهذا الدعاء: يا رب غارت النجوم، يا رب غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت الحي القيوم، ها أنا ذا ببابك فلا تطردني من رحابك، ها أنا ذا ببابك فلا تطردني من رحابك، ولا تخيبني عن جنابك، طرقت الأبواب كلها ولم يبق للآن إلا بابك، إن شفيتني فأنت أهل لها، وإن أهلكتني فأنت أهل لها، ولكن رحمتك أوسع. وجاءت رحمة الله ونزلت عليه رحمة الله تعالى، ونام للحظة ثم سمع منادي مناديا ينادي عليه: ما لك يا فلان؟ مهموما مغموما محزونا مقطب الجبين. قال له: مرضي هذا، ألمي هذا. ثم قال له: عليك بجعلة وبسكين، قبلها نحو القبلة، ثم خذ سكينك وقل بسم الله وعلى ملة موسى عليه السلام، اذبحها ودعها تلفظ أنفاسها، ثم حكها بيدك لا بحجر ولا بشجر، وضعها على موضع الداء تشفى بإذن الله. قال: سأفعل. قال: وإن كانت جعلة؟ قال: نعم. قال: ولا بياض الوجه؟ قال: نعم. قال: ولا حسن الخليقة؟ قال: نعم. قال: ولا رائحة طيبة؟ قال: نعم. قال: إذن افعل ذلك ولا تعد. واستيقظ من نومه ليدرك أن العقوبة جاءت وكانت بسبب جعلة حشرة ضعيفة لا تعقل ولا تتكلم، ففعل ذلك وشفي من ألمه ومن مرضه. والسؤال الذي يجب أن نطرحه نحن على أنفسنا، وأن نتخيله، وأن نتأمله، وأن نتوهمه، هو: إذا كان حال من أهان واحتقر وتكلم بكلمة في حق حشرة كالجعلة هاته، وكان مصير امرأة صوامة قوامة النار بسبب هرة، ما بالك بنا نحن؟ وكيف الحال بمن يحقر أخاه أو أخته ويهينه ليل نهار، لا لسبب، فقط لكونه قصيرا أو مقعدا أو أسودا أو أبيضا أو أحمرا أو أصفرا، أو لكونه فقيرا أو عاملا، أو هو من قصر أو حي كذا وكذا، أو نسبه كذا وكذا؟ كل منا سيطرح على نفسه هذا السؤال، ونرجو أن نجد له جوابا في قلوبنا، في نفوسنا، في بيوتنا، وداخل أسرنا ومجتمعاتنا، وفي سلوكياتنا. ونرجو من الله سبحانه وتعالى ذلك. الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب، غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. يقول تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس، وجمع الله سبحانه وتعالى الناس جميعا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله لا ينظر إلى الصور، الله لا ينظر إلى الأعمال، الله لا ينظر إلى أي شيء، إنما ينظر إلى قلوبكم. فانظر يا أخي إلى قلبك، وزن نفسك بقلبك، فإن كان قلبك إن كان قلبك أو إن كانت قلوبكم جميعا أو قلوبنا جميعا ترضي الله سبحانه وتعالى فاعلم أن لك قيمة، وإن كان قلبك والعياذ بالله من عضلة تسخط الله رب العالمين فأنت لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، وسوف ترى ذلك غدا يوم القيامة حينما يخاطبك ربك وليس بينك وبين ربك ترجمان، فبأي جواب ستجيب وبأي حال ستجيب؟ اللهم فسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: إن من أحبكم إلي وأبغضكم وأقربكم إلي إن من أحبكم إلي وأقربكم مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، كثير الكلام، الثرثارون والمتشدقون الذين يتطاولون على الناس، والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. أخ الإسلام، أخت الإسلام، إياك وزلة اللسان، إياك وزلة ولو بإشارة، لا بهمز ولا بلمس، إياك وزلة ولو بسوء نية أو بخبث في قلبك. يقول تعالى: ويل لكل همزة لمزة، والويل هو الغي، وهو وواد في جهنم أجارنا الله وإياكم منه. إياك وزلة العين، فمن أوجدك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إياك وزلة بخبث في قلبك، فإن عبدا من عباد الله الصالحين دخل النار وهو بار بوالدته، أتدرون لماذا؟ لكونه كان كلما قدم طعاما أو أحسن إلى والدته العجوز الطاعنة في السن دعا الله في نفسه، دعا الله في قلبه قائلا: اللهم خذها وأرحني منها يا رب، بقلبه، وأدخله الله النار وهو بار ومطيع لوالدته وهو عبد منيب لله رب العالمين. فكيف لمن يقول لوالديه أف؟ فكيف لمن يسب والديه؟ كيف لمن يشتمهم؟ كيف لمن تخلى عنهم؟ هذا موضوع إن شاء الله الخطبة المقبلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك يا رب. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل من الأعمال الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل النار من الأعمال، قال: الفم والفرج. ولذلك قال للصحابة يوما: من يضمن لي لحييه وبين فخذيه؟ من يضمن لي بين لحييه وبين فخذيه؟ أضمن له الجنة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أخ الإسلام، أخت الإسلام، لسانك حصانك، إن صنته صانك، لسانك حصانك، إن صنته صانك. هذا اللسان هو السبب،
إن صرت في نار اللهب. هذا اللسان وحقه لا يكل ولا يتعب، هو لا يمل من العمل، لا يشتكي من التعب. أمسك عليك هذا يا أخي، أمسك عليك هذا كي ننجو سويا. للمؤمنين إن اتقوا حقا رسول ما كذب. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، اجعلنا من المتقين، تب علينا توبة نصوحا وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق وسوء الأخلاق ومما يبعدنا عن مشاهدتك والشوق إلى لقائك يا ديان. اللهم اغفر زلاتنا يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا جميعا يا رب السائلين، اللهم احسن خلاصنا وفك أسرنا وتول أمورنا. اللهم يا رب ثقل بالحسنات موازيننا، اجعلنا يا مولانا من أوليائك ومن أصفيائك، وغدا يوم القيامة جيرانك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح زواجاتنا، اللهم أهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ثبتنا فوق أرضك، ثبتنا تحت أرضك، ثبتنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اجعلنا في الدنيا من السعداء، وأمتنا يا ربنا ونحن في خانة الشهداء، وابعثنا غدا يوم القيامة مع الأنبياء الأتقياء الأنقياء. اللهم اجعلنا غدا يوم القيامة في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. شربنا من يد حبيبك ومصطفاك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن أدخلتهم إلى جنة الفردوس الأعلى بغير ذنب، وأدخلنا يا مولانا مع حبيبك ومصطفاك ونحن على سرر المتقابلين، أحبابا أصحابا جيرانا، بعدما حرمنا أن نكون كذلك في الدنيا يا كريم ملك البلاد. اللهم اجعل له بطانة خير تعينه على إقامة الدنيا ومصالح المسلمين. اللهم انصره نصرا مؤزرا. اللهم يا ربي وفقه إلى ما تحبه من صالح قول والعمل. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واجعل يا ربنا الأولياء، واجعل يا ربنا الحكماء والرؤساء والملوك يدا على من سواهم. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك ووفقهم بتوفيقك، واجعلهم يا مولانا من الأئمة العاملين العالمين. اللهم طهر قلوبنا يا مولانا من كل ما يباعدنا عن مشاهدتك. اللهم يا رب بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اجعلنا غدا يوم القيامة من أهل الفضل، يوم تنادي عليهم أن يا أهل الفضل هلموا، فيأتون إليك سراعا، ثم تقول لهم ادخلوا إلى جنة بغير حساب، فيقال لهم ماذا صنعتم في الدنيا حتى أصبحتم من أهل الفضل، فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أوذينا حلمنا. اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الحالمين. اللهم يسر أمورنا ويسر حسابنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم والوالدينا وأساتذتنا ومعلمينا، وارحم شيوخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك رحيم مجيب الدعوة ارحم الراحمين يا رب العالمين. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير ناصرين. وصل اللهم على حبيبك مصطفى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.